في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب على غزة، استشهد اليوم ما يقرب من 316 شهيداً فلسطينياً ما بين الأطفال والنساء بقذائف وطلقات العدو الصهيوني المستبد. ما زالت الحرب مستمرة بغشومية وجهل وعدوان وكراهية لا منتهية. في نفس الوقت الذي أعلنت فيه حماس عبر فيديو مصور أنها استهدفت اليوم فجر اليوم 60 جندياً إسرائيلياً ودمرت دبابات ومدفعيات وآليات إسرائيلية، لم تعلن إسرائيل عن هذه الهجمات أي شيء، لأن طبعاً هم من الداخل متأكلين ومعنوياً واعين. لم يتوقف الإسرائيليون عند هذا الحد، فالشيخ عكرمة صبري أحد أبرز المدافعين عن المسجد الأقصى، هذا الرجل صاحب الكلمات المجلجلة الذي يمنح الأمل لكل من يستمع إليه، هو عضو بارز في مجلس الأوقاف الأردني اللي بيدير شؤون المقدسات الإسلامية في القدس لصالح الوصايا الهاشمية. النهاردة الاحتلال اقتحم منزله في القدس، ثم أخبروهم بأن هذا المنزل سيهدم. ليه؟ إيه اللي ورا ده؟ ممكن نفهم من جماعة حراس المعبد المتطرفة اللي بتوصف أهل الوصايا وطاقم الوصايا بالنازية، هم اللي بيوصموهم بالنازية، واللي وصف في منشور مكتوب بالعبرية ورصدته السفارة الأردنية في إسرائيل وبيخطط لعدة أشياء. تعالوا نسمع فضيلة الشيخ عكرمة صبري يقول لنا ماذا حدث. مساء الخير يا فضيلة الشيخ. مساء النور، بارك الله فيكم، تفضل أخي الكريم. وألف لا بأس عليك، ربنا يطمنا عليك وعلى كل الإخوة في القدس. الله يرضى عليك، الله يحفظكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. ما الذي حدث اليوم فضيلة الشيخ؟ الذي حضر أن قوات من الاحتلال أجوا صباح هذا اليوم بأوراق إشعار بهدم المبنى الذي أنا فيه. نعم. أنا ساكن في مبنى عمارة فيها 17 شقة، أنا ساكن في شقة واحدة. نعم. وعدد الساكنين تقريبا 100 شخص في 17 شقة، وبالتالي هذا تهجير. إيه مبررهم في هذا؟ المواطنين وتفريغ. نعم، التبرير أنه هناك عدم حصول على رخصة، ذاك الكلام كان عام 2003. نعم 2003، يعني قبل 20 سنة، وانتهى الموضوع على اعتبار أن المحامين عملوا تسوية وإجراءات قانونية، فيثيرون الآن الموضوع بعد 20 سنة من ذاك التاريخ. أما العمارة قائمة من 25 سنة، قائمة من 25 سنة. افتكروا أنها مخالفة الآن. وماذا عن حراس المعبد؟ ماذا يريد عن حراس المعبد منكم؟ هذه حراس المعبد من ضمن الحركات المتطرفة اللي بيشعروا أن هذا اليوم يومهم، وهذا الظرف الحالي هو الظرف المناسب لهم لتحقيق أطماعهم في الأقصى وفي مدينة القدس. فإذا لم يحققوا ما يريدون في هذه المرحلة لا يستطيعون أن ينفذوا ما يريدون فيما بعد، لذلك يكثفون من تواجدهم بالأقصى، يمنعون المسلمين بالدخول الأقصى من خلال تحديد الأعمار وخلال التفتيش المستفز وحجز الهويات والاعتقالات والإبعادات دون مبرر ودون سبب مقنع. يتحدثون عن تنظيم مظاهرة كبرى أمام المسجد الأقصى يوم 7 ديسمبر، ده نعم. أول أيام عيد الأنوار العبري، بيتكلموا نعم. كمان عن فتح كل أبواب المسجد الأقصى أمام المستوطنين عشان نعم. يقتحموا نعم. المسجد الأقصى. نعم، هكذا يطالبون. نعم.
هكذا يطالبون، ونحن لن نسمح لهم بذلك. ورغم البطش الذي يستخدمونه ضد حراس الأقصى، نعم، ضد حراس الأوقاف، ونحن بالنسبة لنا نتابع الأحداث أولا بأول، ونحبط أي محاولة تمس المسجد الأقصى المبارك. لذلك هم يريدون أن ينتقموا منا، ويريدون أن يضيقوا علينا حتى نسكت، حتى لا نعترض تصرفات هؤلاء المتطرفين الذين هم سبب المشاكل. نحن معكم بقلوبنا، نتمنى لكم كل توفيق وحماية، والحماية من عند الله سبحانه وتعالى. قلوبنا من في مصر كلنا نقف معكم، ونتمنى لكم كل سلامة وخير. بشكرك جدا فضيلة الشيخ عكرمة صبري.